متى ترى تصرف ومعاملة ترفعي صوتك على الرجل أنت مش أنثى؟ خلاص راحت الأنوثة، باي باي. أنك تقوله أيوه أيوه وتهزي صبعك وتدير له هكا، وين الأنوثة؟ ما هو قصك يهضر مع راجل، أنك تجادليه في الهضرة، وين الأنوثة؟ أن يغوت ويسب في حالة عصبية وأنت تبقاي تعطي كلمة بكلمة، وين الأنوثة؟ أكيد غيقولك شو بغيت، أنا بصداع الراس دي، واخا تكون ملكة جمال الكون، شلون نقجدر بها أنا؟ قال الله يعاونها تمشي. حلو إن المرأة تكون ذكية.